خويا حنا هاد الحرفة هادي كنديروها تقريبا واحد 14 عام تقريبا ولا 15، هذا كأبعد تقدير أقل. المهم هاد البليصة هادي بالضبط تنفرشوا فيها واحد 12 سنة بالضبط. أي أخويا 12 سنة وهنا تنبيعوا في هاد البلاصة هادي. كما كتشوف معايا الناس ديال الحي هنا كاملين تقريبا كيعرفونا، نديروا معاهم أثمنة مزيانة وكيديو كتبة نقيين، وكل عام تيجيبوا لنا الكتبة تاع داك العام كنعاودوا عاوتاني نشدوهم عندهم كنبيعوا لهم كتبة أخرين، وغادي هكا كل عام ان شاء الله كل عام. وهذا تحدث بعض التغييرات في الكتب وفي المناهج الدراسيه، ولكن ما تيكونش شي حاجه كبيره. واحد التغيير اللي كان ملحوظ وقبل واحد 3 سنوات فاش تبدلوا المقررات ديال لو بيوف لو باللغه الفرنسيه، هو فاش حدث واحد التغيير اللي ملحوظ زعما. اما من واحد 3 سنوات لهنا ما كاين حتى شي تغيير تقريبا في المقررات. هذا الشيء كنهضر على المقررات ديال الدوله ديال اللي الناس كيقراو في العمومي. اما بالنسبه للخصوصي هذوك ما نهضروش عليهم، هذوك ديما التغيير كتلقى كتاب باقي مزيان وكل شيء ولكن تيغيروه كل مره من غير الاثمنه الخياليه. خويا البريفي عندهم اثمنه خياليه، البريفي ربما كتب عندهم اثمنه خياليه. ما نعاودش لك اخويا كما كتلاحظ معايا واحد المثال بسيط، يعني كتاب ديال الثالث ابتدائي الثمن ديالو اخويا 298 درهم. يعني هذا 200 ها هو، شوف 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 السمك ديالو راه ما فيه والو، الله فيه شي 30 ورقه. ها هو باقي جديد، ها ما قراو به كاع. دابا الثمن ديالو هذا 298، ها السبعه. يعني شوف السبعه هذا اخويا، دابا اللي يدير 298 حنا كنبيعوه الثمن ديال 100 درهم، قل من نص الثمن، قل من نص الثمن، وكيبان باقي جديد. وكيبان باقي جديد، علاش؟ كاينين بعض الكتب اللي تيكونوا مطلوبين، هذا دابا ما مطلوبش بزاف، داك الشيء علاش داير ليه داك الثمن، ولكن اللي مطلوب بزاف في البريفي وحتى هما تندير لهم ثمن مزيان، بحال دابا هذا مطلوب هذا، ولكن كنديروا ليه الثمن ديال نص الثمن، هو داير 210 كنديروا ليه 100 درهم، 100 درهم باش كنبيعوه. وتقريبا كما شفتي معايا اخويا هاد المقررات كاملين هنا اللي مفرشين اغلبيه ديالهم 200 الفوق، 280 300 درهم 315 راه كنبيعوا الاغلبيه ديالهم 100 درهم الثمن. يعني هادو المقررات ديال البريفي، هادو المقررات ديال البريفي كنبيعهم بالنص تاع الثمن ديالهم، وبعض الخطرات قل من نص الثمن على حسب. وكما كتعرف هما واخا بريفي تيكونوا عندنا واجدين اكثر من ديال المخزن، حيت الاغلبيه الناس اللي تيقريو ولادهم في البريفي تيتوجهوا للمكاتب. واخا كاينين بعض الحوايج اللي ما ماشي هما هذوك في المكاتب، بحال الروتور ما تيكونش. الا شريتي عند مول المكتبه دابا الكتب راه ما كاينش الروتور، ما يرجعوا لك. حنا راه خد كتاب هنايا سير 15 يوم 20 يوم، ماشي هو هذيك جي رجعوه لك ولا ردوا لك فلوسك، ما عندكش مشكل. كاين اي التعامل مع الناس، راه ما يمكنش واحد مسكين خاسر فلوسه دابا مشى لواحد المدرسه ما تفاهمش مع الاستاذ ولا مع المدير وكشرى الكتب بواحد الثمن ديال 1000 درهم ولا 1200 درهم ولا 1500 ويجي يحول ولدو مدرسه اخرى يبي يرجع الكتبه ياخذ عند الكتبه اخرى تقول ليه لا. حيت راه كما كتعرف راه المكاتب دابا تيخدموا بالسيستيم بحال الفرماسيان، تيجي واحد تيعطيه الورقه ديال الكتب كيمشي هو كيدوموندي كيجيو هذوك الكتب تيبيعهم لك تيدي معاك واحد النسبه مئويه. حنا لا الكتب عندنا حنا هنايا ديالنا ما عندناش مشكل فيهم، ديتي كتاب ما عجبكش رجعوا، ما عندناش مشكل نهائيا في هذا الشيء. وبالنسبه للاثمنه اخويا راه مناسبه عندك العمومي الابتدائي، هذوك راه تقريبا كاين اللي كيديهم فابور كاع ما كنتخلصوا فيهم. تقريبا عندك الاعدادي السابعه الثامنه التاسعه راه الاثمنه راه باينه كنشدوهم عند الناس ب 25% من الثمن. اعدادي اخويا شوف عندك الكتوبه راه ماشي شي حاجه اللي غاليه في الاعدادي في هذا الشيء في العمومي، تقريبا كاين واحد عشان نقول لك دابا مقرر كامل راه تيتقام على الواحد 120 درهم 120 درهم 130 درهم كامل مكمول. صحاب الباك هذوك بوحدهم، صحاب الباك شويه الكتبه تيكونوا قلال، صحاب الباك خصوصا الادبيين راه تيعرفوا هذا الشيء لا السيزيام لا الباك، تيكونوا شويه الكتبه قلال، هما كيبيعوا لنا بالثمن، كيبيعوا لنا بواحد النسبه اللي مرتفعه اللي هي 50% تتوصل حتى ل 50% بالمره حتى اكثر.
حنا كنبيعوهم عاوتاني للزبناء بواحد الثمن طلع شويه بحال 75%. هادشي باش كنبيعو ملافه للبلافون هو 75%، اللي كيدير اكثر من هاد الثمن هذا راه بزاف، حيت راه ما عندك لا 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 محل لا والو، راه خصك دير واحد الثمن اللي مناسب، ما يمكنش تغلي على الناس بزاف. حنا كما كتشوف معايا، جيت تشوف معايا اخويا، زيد معايا، بحال دابا الكتوبه ديال المخزن هادو، عندك السابعه، عندك السابعه الثامنه، السابعه الثامنه التاسعه، راه كنديروا واحد الثمن مناسب، راه تقريبا بحال هذا دابا، هما بحال هادو التاسعه دابا بحال هكذا، كتوبه نقيين هما كما كتشوف معايا اخويا، كتوبه نقيين، كتوبه نقيين تبارك الله، ما كاينش زعما شي حاجه اللي غتلقاهم كاع بعدا غلاف ديالهم وكل شيء، كيتباعوا بنص الثمن. هادو كنشدوهم حنا ب 25%، النسبه ديال 25% وكنبيعوهم الناس ب 50%. لا هو كان كاينين مهن اخرين اخويا كنديروهم، هادشي كندير، هادشي اخويا كنديرو هاد شهر 9 والبدايه تاع شهر 10 صافي. وكان وداكشي اللي كاين اخويا، اللهم هكذا ولا تبقى جالس. انا كنشجع الشباب باش يديروا حتى هما بحال هاد المبادرات. ربما مجموعه من الشباب يعني كينتجوا بيع الكتب المستعمله، يعني هذه من بين المهن الموسميه. اي اخويا ما نكذبش عليك، ما نكذبش عليك اخويا، هادشي فيه شويه، حنا ما نكذبوش على الله، نقول لك هادشي تيخلينا الخير والبركه، وكل ما كان تيخلي لينا شي حاجه راه ما غاديش نديرو، ما غاديش نضيعوا فيه وقتنا. هادشي اللي كاين. حنا انا اي واحد من هاد المنبر هذا، اي واحد الشباب المغاربه تيقول لك ما كاين ما يدار، راه كاين ما يدار اخوتي، راه بنادم راه شي حاجه بسيطه غادي تحقرها، راه كيصوروا فيها الناس الخير والبركه، ما تحقرش، ما عمرك تحقر الحاجه، راه القليله هذه تجيب نهارك مخير. هادشي اللي كاين اخويا، كما قلت لك اخويا، واحد الملاحظه بغيت نشير ليها، دابا الكتوبه اخويا هاد السنوات الاخيره تقريبا التغييرات راه ما كايناش، باش يكون في العلم ديال الناس اللي كيسمعونا واللي كيشوفوا فينا في هذه اللحظه هذه، راه التغييرات ما كايناش، راه الكتوبه اللي كانوا في 2004 راه هما اللي كاينين دابا كما كتشوف معايا. جيت تشوف اخويا هذه الطبعه دابا 2005، راه هو باش خدامين دابا نفس الكتب من 2005 حتى 2023. هذا الشيء هذا هو النقطه الايجابيه في هذه الكتوبه ديال العمومي، ما كاينش تغييرات. واخا الطبعه كل عام تيخرجوا طبعه هذه راه ما عندهاش تاثير، راه الطبعه واخا تكون هنا 2016 واخا تكون 2018 2022 راه ما كاين حتى شي تغيير اخويا، دونك راه الكتوبه راه هما هذا الشيء بالنسبه للعمومي. لا نهائيا، لا اثمنه لا والو، التغيير تيكون في الدفاتر والاقلام والمحافظ. لا الدفاتر كاينين الزيادات، راك عارف انت، راه كلشي تزاد هادشي بلا ما نشرحوه، ولكن الكتب راه هما وعلى ربي الناس يقراوا، اما راه الكتب دابا راه في المتناول ديال كلشي تقريبا. واش نقول لك، هذه حرفه، اش نقول لك، واحد الحرفه اللي كيديروها بزاف ديال الناس، راه ماشي احنا لا في مدينه اكادير ولا في مدن اخرى، بزاف ديال الشباب وحتى الناس اللي كبار في السن راه كيديروا هذه الحرفه هذه، وعارفينها وعارفين. كيكون اقبال كبير على الكتب المستعمله، يعني قليل اللي بقى كيتجه للكتب الجديده. واخويا بيني وبينك، لان ربما الاسر اللي عنده ثلاثه تجديدات اربعه، يعني صعيب داك الشيء اللي كاين اخويا. بصح انت وانت واحد القضيه، الكتب القدام راه تقدر ماشي بالضروره كاع تشريهم عندي، راه كاينين الناس الجيران وهذا، و الناس يكون واحد الاخوه وواحد التعاون بيناتهم، ماشي زعما ما فيها عيب، ما فيها حتى شي حاجه. تبادل الكتب. حنا من صغرنا، حنا العائله بيناتنا والناس راه تيعرفوا هادشي، الاصدقاء واحد خصو الكتب، واحد عنده واحد ما عندوش في ديك اللحظه، راه كيتعاونوا الناس بيناتهم. هادشي اللي تيميز المغاربه وهادشي تيميز ولاد الشعب، راه كاين التعاون وكاين الروح زعما بين الناس، فهمتي، واحد ما تيخلي واحد في الشده. والكتب راه كتعطي اليوم، انت تيجي واحد النهار تيعطيوك الناس، انت راه عطيتي راه تسنى الله يعطيك. هادشي اللي كاين، هذاك راه صدقة جارية ما ضاع والو.